السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده واستثنائيه من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بتغطيه خاصه للتجمع اللي مثل ما جاي تشوفونه وراي، يعني العوائل، كثير من العوائل اليوم او هوايه من العوائل خرجت اليوم لاجل انشوده سلام يا مهدي. الموضوع اليوم مو فقط موضوع انشوده بقدر ما هو موضوع عقائدي. عشرات الناس اليوم جمعوا هنا نصرة للإمام، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فراح نكون وياكم بتغطيتنا. خليكم يا يعني. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية خلينا نعرف انه هاي الانشودة ايش قد عمرها؟ ايش وقت انكتبت؟ ايش وقت انقرأت؟ هذه الانشودة التي هي تعبر عن عقيدة راسخة في قلوب، ليس فقط الشيعة وانها في قلوب البشر بأجمعه، ما اعتقد انه اكثر من شهرين هذه شهرين وهذا الانتشار، هذا بل نعم هذا نعم. الانتشار وهذه التفاعل الجماهيري من جميع البلدان، من اسيا، من اوروبا، من افريقيا، من باكستان، من الهند، من جميع الدول، المسلمين وحتى غير المسلمين، يعني مترجمة بباقي اللغات، مترجم بجميع اللغات. هذه نتيجة لصدق هذه الكلمات ولصدق هذا الأداء، ولأنه تعبر عن عقيدة مختفية في قلوب المؤمنين ومختفية في قلوب البشر، وهذا الرجل أظهر هذه العقيدة وهذا الحب والعشق الذي لا يوصف، لأنه الآن نحن نعرف أنه العشق يكون بين الكبار، ولكن هذا العشق ظهر على دموع الصغار، الفتيات الشباب والشابات والأطفال، ترى دموعهم تسيل، هذا نتيجة للعشق، للعشق الروحي للإمام رسالة ممكن مو فقط، وهذه واقعا أنه رسالة ودليل إلى جميع العالم بأن قضية الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف قضية روحية منبعثة من صميم الإنسان، من قلب الإنسان، من العقيدة المضمورة داخل الإنسان. لذلك هذا النشيد أظهر هذه العقيدة، أظهر هذا العشق، وظهرت عن طريق وظهرت بصورة أنه تفاعل جماهيري وخصوصا الأطفال والشباب، وظهرت بالدموع التي انه تسير على خدود هؤلاء الاطفال. انا متعمق بهذا الموضوع، اريد اعرف انه الكاتب عراقي لو ايراني؟ هو اولا الكاتب للكلمات ايراني وباللغه الفارسيه، والاداء ايراني، ولكن انه العقيده ليس ايرانيه وانما العقيده هي اسلاميه. وهذا على الانشوده، سؤال على الانشوده. اي لا، الانشوده هي ايرانيه وبالفارسي والاداء فارسي، وقبل شهرين وكان لها هذا الانتشار الذي أنتم تعرفونه في جميع البلدان حتى في أفريقيا. الآن قبل يومين كانت هناك أداء في اليمن، وكانت في أفريقيا في إحدى الدول التي يتواجد فيها الشيعة، وهذا الدليل على أنه واقعا أنه هذا الشيء شيء إلهي بنبرة إلهية، نبرة من روح أهل البيت، لذلك أنه يتفاعل بها جميع القلوب المحبة. سيدك بنفس الوقت جميل اليوم نشوف عوائلنا، نساءنا، أطفالنا اليوم متواجدين هنا. طبعا وجود الرجال والنساء والشباب نساء ورجالا وأطفالا، هذه نابع من عقيدتهم بالإمام الحجة وعقيدتهم بأنه الظهور قريب، ولا بد من الاستعداد. الإمام الخامنئي قبل فترة قليلة قال نحن الآن نمر في مرحلة عصيبة ومرحلة تحميص وغربلة، فلا بد من الإيمان والعقيدة القوية والإيمان القوي والبصيرة. أنا أعتقد أنه جميع الذين هنا موجودين والذين سبقونا في البصرة وغيرها والنجف وكربلاء وحتى في الموصل كان الأداء في تل الأحفر، نتيجة للعقيدة الموجودة عندنا، للبصيرة اللي موجودة عند هؤلاء، يحضرون تأييدا وتشجيعا وإبراز العقيدة التي يمتلكونها هؤلاء. بارك الله فيك. الله يحفظك. من هذا التوفيق. شيخ بضيع بوصلي. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أعرف الأجواء اليوم، الحماس الموجود، الشغف اللي عند العوائل الموجودين، الحاضرين، الأطفال، كبار السن. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم يوم الجمعة، يوم صاحب العصر والزمان، والجماهير والناس والقلوب تهفو
للإمام المهدي عليه السلام. لذلك هذه الإنشودة التي تنادي الإمام وتستنهضه وتجدد العهد معه تتفاعل مع القلوب والوجدان والأرواح. لذلك رأينا هذا التفاعل في كافة المحافظات العراقية، واليوم يعني المحافظات خرجت طبعا في أغلب المحافظات الأسبوع السابق كانت هذه الفعاليات، واليوم في قلب بغداد يتوافد أهالي بغداد بالرغم من أن الإبلاغ كان متأخرا، بس ما شاء الله الحضور والأعداد الموجودين، الجو حار، مع ذلك نرى هذا التفاعل الذي يمثل الصيغة الصحيحة والفطرة السليمة لدى الإنسان الذي يرنو قلبه إلى العدالة وإلى القسط وإلى مكافحة الجور والظلم الذي عم الأرض. اليوم لابد من منادات المخلص الذين يتفق عليه جميع المسلمين في العالم، وحتى الديانات الأخرى هم لديهم هذه العقيدة بأنه في آخر الزمان سيظهر المخلص العالم. لذلك نرى اليوم هذا النداء الذي يمثل الأمل والذي يمثل رفض الاستكبار العالمي ويرفض قوى الجور والطغيان. لذلك نرى أن من يعادي العدالة اليوم متضجور من هذا الانتشار الواسع لأنشودة سلام فرمندة، سلام يا مهدي الذي ينادي به المخلصون. يعني أكون ناس في نفس الوقت متضجورين من هذا الموضوع؟ طبعا نرى أن البعض، لأن اليوم إلى جانب القضية العقائدية يظهر مدى حجم معسكر الحق المنتشر في أنحاء العالم من كل الجنسيات والقوميات وحتى الطوائف، اليوم يتفاعلون مع هذا الموضوع. لذلك قوة معسكر الحق يحزن ويسيء لمعسكر الباطل الذي يريدون أن يتسلطوا على العالم. اليوم أصبح واضحا أن الولايات المتحدة لا تريد الخير للعالم وتريد الحروب وتسعى لها وتريد أن تهيمن على خيرات الدول وخصوصا العراق، والشعب العراقي يرفض هذه الهيمنة. لذلك اليوم هذه الوقفة تدعونا جميعا للإخلاص لصاحب العصر والزمان، لا يكون فقط شعار ووقوف في ساحة الفردوس ومنادات للإمام. الموضوع موضوع عقيدة، موضوع مبدأ، لابد لجميع من يدعي بأنه مع الإمام المهدي أن يكون مخلصا له في عمله وأدائه، وأن يكون بعيدا عن كل الأمور التي تنغص هذا الولاء وتشوهه. لذلك مطلوب من المتصدين خصوصا من هويته إسلامية أن يعيد الحسابات وأن يعمل وكأنه بمحضر الإمام المهدي. هذه أصوات الأطفال، البنات والأولاد والصبيان تحملنا المسؤولية، ومن ينظر إليهم تأخذه العبرة ويشعر بالقوة بأن الأمل حقيقي موجود إن شاء الله. إن شاء الله الأمل موجود. شكرا جزيلا أستاذ. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم، وبالتالي إحنا جاني نقول لكم الصورة مثل ما تشوفون الأعداد الموجودة هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هو اليوم الموضوع مو فقط موضوع أنشودة بقدر ما أنه موضوع مبدأ، موضوع عقيدة، موضوع أنه يجب على المسلمين أو واجب على المسلمين أنه إيصال صوتهم للعالم. كيفك بعد؟ قبل هذا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج وعجل لنا به الفرج. في الحقيقة النشيد سلام فرمندة هو نقطة تحول في توظيف القوى الناعمة لمواجهة الحرب الناعمة التي شنها أعداء الإسلام على المسلمين من خلال تحريف القيم والمثل والأعراف. هذه كانت ردة فعل، وردة فعل وجدانية، والدليل على ذلك أنها قضية وجدانية أنها الآن استلهمت
مشاعر كل يعني الأمة الإسلامية بمختلف لغاتها، بمختلف توجهاتها، بمختلف هوياتها الوطنية. لذلك ترجم هذا النشيد بعدة لغات. كم لغة ترجم بها؟ أنا الآن ما عندي إحصائية بالضبط، لكن اللي أعرف الآن اللغات يعني لغتين أو ثلاث. أما يعني هي في داخل اللغة العربية أيضا باللهجات البحرينية واللبنانية والعراقية، وحتى النسخة العراقية لأكثر من ترجمة، وأصبح هناك تباري وهناك حقيقة محاولة لتقديم الأفضل في حتى في داخل اللهجة الواحدة. يعني الترجمات فيما بيناتها تتبارى من أجل تقديم الترجمة الأفضل والأكثر تعبيرا. لماذا؟ لأن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي قضية عقائدية بالدرجة الأساس، وقضية أخلاقية ووجدانية. ولأن قضية الإمام المهدي عليه السلام حقيقة وواقع ولها تأثير في نفوس العالم، خاصة هذه يعني هذا النشئ الجديد، حاول أعداء الإسلام من أن يقولوا من أن الإمام المهدي لا صلة له يعني بهذه الأجيال، ومن أنه قضية قد عفى عليها الدهر، ومن أن قضية حية لغاية الآن. مستحيل هي قضية بوجود هذا، بوجود هؤلاء، بوجود هذا النفس، نفس الإسلامي، بوجود أنه المسلمين، وجود مبادئ المخلصين، فالقضية ما زالت حية. هي قضية عقائدية، هي وعد الله عز وجل، والله لا يخلف وعده، وهي يعني حقيقة تتماشى مع الفطرة الإنسانية عموما وليس مع عقائد المسلمين فحسب. فكل البشرية تعتقد من أن ثمة منقذ لهذه البشرية من الضياع ومن التهافت. اليوم جاء هذا النشيد رد فعل مناسب لما يحاول فيه أعداء الإسلام من تقديم نموذج متحلل للإنسانية والبشرية. اليوم هذا النشيد جاء معبرا عن هوية الشعوب المسلمة، تعبير حقيقي وواقعي. واليوم هذا النشيد حقيقة عندما ينتشر إنما يؤكد على أننا حاضرون، ومن أن كل محاولات الغرب في طمس الهوية الإسلامية باءت بالفشل. هذه أهم المعطيات عندما نقول من أنه تم تقويض يعني جهود طويلة وسنين طويلة من العمل الإعلامي في القوى الناعمة وفي الحرب الناعمة من أجل طمس هوية هذه الشعوب، اليوم كلها باءت بالفشل والحمد لله. والكفة اليوم هي لهذه الأجيال التي هتفت بعشق، حقيقة هتفت بعشق وهتفت بروحانية عالية من أنها مستعدة لنصرة الإمام المهدي. وهذا أيضا معيار جديد لمقايسة الوضع الاجتماعي، وعليه نقيس كيف أن ثقافة الشعوب لا زالت مترسخة فيها القيم الإسلامية العالية. نعم مشاهدي الكرام، متواصل معكم، خليكم معنا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم من مثل ما تشوفون يعني اليوم العديد من الناس والجماهير خرجت من اجل المشاركه بالنشوده. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. بدايه حدثنا عن نشاطكم اليوم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه في هذا اليوم المبارك يوم الثامن من شهر ذي الحجه، حقيقه خرجت الجماهير المؤمنه لتجدد عهد الولاء لصاحب العصر والزمان بانشوده سلام فرمنده سلام يا مهدي. هذه الانشوده التي ناغمت جميع يعني حقيقه العالم العربي والاسلامي، وهذه الانشوده التي هزت ضمائر الجميع، والتي اصبحت اليوم انشوده يتغنى بها الاطفال والصغار. حقيقه خرجنا نحن وعوائلنا باطفال يعني حقيقه شباب بفتيه بشبان بوجهاء، خرجنا لنجدد العهد لصاحب العصر والزمان، ولكي نوحد كلمة المسلمين وكلمة المقاومة في جميع العالم الإسلامي، ونقول سلام يا مهدي. نحن بانتظارك، ونحن لك منتظرون، ونحن لك إن شاء الله جنود مجندة مهيئة حتى تحق الحق إن شاء الله. بارك الله بكم. زين، أريد أعرف اليوم هذا التجمع والتجمر فقط ببغداد لو باقي المحافظات؟ عفوا، التجمع فقط في بغداد. دعا إليه مركز الشهيد مهدي المهندس الثقافي. وكانت الدعوة حقيقة اختصرت على جماهير المركز، ولكن وجدنا هناك الكثير من العوائل البغدادية وهي تتوافد إلى الآن، تتوافد إلى ساحة الفردوس لتشارك في هذا التجمع. جميل اليوم نشوف الأطفال الصغار الموجودين هناك مشاركين أيضا في هذا الموضوع.
والله هذا واجب الآباء صراحة. يعني أنا حقيقة شخصيا جبت أحفادي، جبت ابني الصغير، يعني هذا أقل شيء نقدمه. هذا هاي الإنشودة وهذا هو دعاء بالحقيقة، وهو حقيقة جزء من عقيدتنا وهذه هويتنا. يعني المفروض حقيقة ما كل إنسان كل يعني حقيقة رجل كان أو امرأة، سواء كبير أو صغير، مسؤول أو فقير، أن ينادي بهذا النداء. هو هذا جزء من عقيدتنا. يعني حقيقة لا نخجل من هذه العقيدة، هي عقيدة وهو ولاء، وهو تجديد بيعة لصاحب العصر والزمان. نحن نقول للعالم أجمع، نحن مقاومين، كل الإسلام وكل العالم مع المقاومة. الإنشودة لم تكن فقط للإمام المهدي، بل تغنت بأسماء الشهداء، شهداء قادة النصر، وبالسيد الولي الله يحفظه، السيد الإمام الخامنئي والسيد السيستاني، وتغنت بجميع الأسماء العلماء، وسوف تجدد في كل عام وفي كل حين وفي كل وقت إن شاء الله. وموفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. دنیا بدون تو معنای نداره، عشق روزگارم وقتی که تو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل، ومن المفرح انه اليوم نشوف العوائل جايين هنا حاضرين بمشاركة بهذه الانشودة. نعم. وحرصهم على عقيدتهم وحرصهم على التزامهم اتجاه هذه القضية. نعم. والله أنا يعني اللي دفعني أجي لهذا المكان هو حبي للإمام المهدي، وإيش يعني بداخلي أتصور هو يعني جيتي هي كأنه نصرة للإمام المهدي وللقضاء على أي مظهر مظاهر الظلم، رفض لأي مظهر مظهر من مظاهر الظلم. عاشتيني. الله يسلمك. اليوم حرص منك انه على اطفال، صريت على اطفال انه الاطفال عندهم رغبه، هم اصلا حافظين هذا النشيد، يعتبروه شلون النشيد الوطني، فشفت عندهم رغبه جبنا الاطفال وجينا. ما شاء الله. هسه هذول هم اللي جايين وياكم؟ من حافظ النشيد؟ والله ما ادري، حافظين مجموعه اخرى مو بس هذول. من اطفالكم؟ صيحوا لاطفالكم، اريد العائله. شوف النشيد؟ تمام. افنان حافظ النشيد؟ أريد أعرف أيضاً أنت اليوم من أنت يوم حضورك أنت والأطفال اللي موجودين هنا. صحيح إن مريم على من تشوف الأخ. نعم، أريد أعرف أنه قدومك هنا شنو يعني لك؟ قدومي أنه نصر للإمام المهدي، تلبية لنداء الإمام المهدي، نصر لحاجة الشعبي، لحاجة الشعبي أنه هو رمز ورموز الإمام المهدي. نعم. إن شاء الله الدفاع عن أرض العراق وعن الحضارة والدين الإسلامي كله. اليوم حضرت جبت العائلة وياك؟ نعم، العائلة كلها وياي، جبتي حاضرة كلها وياي، هذا ابني همين. وصرينا على الحضور، وصرينا على الحضور وتلبية النداء. عاشت الأيام. إن شاء الله الإمام يحفظه. إن شاء الله الجميع. إن شاء الله. نعم، مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم مثل ما جاي يشوفون ما شاء الله، هنا العوائل والشباب والشياب كلهم يعني أصروا على الحضور، لأن موضوعهم موضوع عقائدي، موضوع نصرة الإمام عجل الله فرجه، نصرة للإسلام ونصرة للمسلمين. متواصلين وياكم، خليكم ويانا. بداية نريد نعرف انه اليوم حرصكم على هذا الموضوع وقدومكم هنا من اجل المشاركة بالإنشودة، أريد أعرف أنه شنو الدافع، شنو الأسباب اللي دعتكم أنه لحضور المشاركة؟ يعني هي نصرة لصاحب الزمان، يعني جيتي لهنا اعتبرت كأنه لقاء الإمام المهدي، يعني حسيت أنه حيكون موجود هنا ويلاحظ حضورنا ويكون شاهد على هذا الحضور. يعني هذا الإحساس الروحي يعني وجدتي هنا لمسي؟ طبعا أكيد، يعني كل هالحضور أكيد يكون إمام بيناتنا، حيكون شاهد على هاي الأجواء. طبعاً من الجميل إن اليوم نشوف أيضاً النساء الموجودات هنا والأطفال، ما شاء الله العوائل كلهم جايين. أيه. هم عندهم هذا الإحساس اللي. أكيد كل واحد جاي لهنا يكون بداخله هذا الشعور إنه جاي يعني نصرة لصاحب الزمان، يعتبره مثل لقاء له، يعني هنا يعتبره موجود أكيد. عاشت الليالي. حجينا أريد أعرف شعورك وأنت اليوم هنا متواجد. والله شعوري الحمد لله شكر. الحمد لله شكرا ان ساهمنا بهاي المشاركه. هو من اول يوم اللي نشر هذا شو اسمه النشيد، النشيد انتشار، هو كان فد له صدى واسع في المجتمع، هو تغيير المفاهيم ضد التيارات الجديده اللي قاعد تطلع عنها خصوصا بالفتره الاخيره وبالاونه الاخيره
كثير يعني اصوات او اصوات نشاسه بنفس الوقت الحادي والمثليه والكذا الامور. فالحمد لله جدد النشاط عند اولادنا وعند شيعتنا الحمد لله. هم اليوم سعادتك ذول الحاضرين كلهم الله يخليهم لك. ولد اخويا ولد اختي ابنائي زوجتي الله يخليهم لك. بس يعني جواب بنتك الله يخليها حقيقه يعني ما ادري شلون اوصفها. نعاديها ان شاء الله. هذا الاحساس الروحي. نعاديها للمستقبل ان شاء الله. الله يحفظك. ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم بقادم المناسبات. ان شاء الله. بالمحافل الدينيه. ان شاء الله احنا هاي المناسبات ان شاء الله ما نضيع، احنا ناس حسينيين، اصحاب مواكب ونشتغل ويا المواكب بالزيارات. نخدم الزوار الامام العبد ابا عبد الله، فلهذا كان عندنا هاي اندفاع قوي لها. الحمد لله. موفقين وان شاء الله هذا الاندفاع نحتاجه بالفتره المقبله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خصوصا احنا انه مثل ما قلت انه كثير من التيارات اللي خرجت بهاي الاونه الاخيره انه يحتاج لها رادع. اكيد يحتاج لها التزام. اكيد ان شاء الله. يحتاج لها حرب يعني مثل ما هو اكيد حرب 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 اعلاميه وحرب على الارض يعني. شكرا جزيلا ونشكر على هالمساهمه اللي سووها. عاشت الايادي. وبغداد كان لها لازم حضور اقوى ان شاء الله. لا اليوم الاعداد هم مفرحه بنفس الوقت. ان شاء الله الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اريد اعرف شعورك وانت اليوم متواجده هنا بهاي المناسبه المنشوده ومشاركه بها. يعني صراحة يعني أول ما أجب بالي أنه تجديد العهد لصاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني جب بالي فتشي أنه إحنا مجرد أنشودة لنجي هيك يعني إذا صار الظهور يعني ما إذا صار الظهور هم ما أعرف شلون حنجب. حب نتخيل هاي خيلتها هو أني من دا أتحضر يعني للجاية يعني فتشي كلش حرك إحساسنا يعني أجل الله تعالى فرجه الشريف. أكو موضوع روحي بهذا الموضوع. بالضبط أكو فد شيء غريب بهاي الأنشودة يعني حركت كل العالم. نعم. ويعني ما أعرف نداء للعالم أجمع يعني بأنه ينادون بالظهور بتعجيل الظهور مساعدة صاحب العصر والزمان على الظهور مساندة الكون. نعم. من أنصاره إن شاء الله. أجل الله تعالى فرج محمد وآل محمد. عاشت الأياد. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم خليكم يعني. نفترض فرضيا انه هسه انتم بهاي اللحظه. نعم. ومشاعركم انه جيتم من اجل الانشوده ما شاء الله اكو فد مشاعر ما اعرف شلون اوصفها بداخلكم شلون يعني بلحظه الظهور. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم لعن اعداء محمد وآل محمد الى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلهم وهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. هذا قليل من قليل من قليل سيدي. نحن أتينا هنا لنجدد العهد بالولاء والبيعة. نسأل الله بتوفيقاتك سيدي ومولاي. ذنوبنا كثيرة لكننا نطمح ونأمل في كرمك وعطفك سيدي أن تدعو لنا في هذا اليوم وفي كل يوم أن نتوفق إن شاء الله نحن أولادنا وذرارينا بأن نخدم الإمام وبأن نكون مع الإمام. اللهم ارزقنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم أسعدنا برؤية صاحب الزمان وبأن نكون معه إن شاء الله. موفق إن شاء الله. اليوم حضور اليوم اللي جيتي به فقط أنت العائلة وياك؟ لا احنا تقريبا اربع عوائل اني واخواني واولادهم. ما شاء الله. واخواتي واولادهم والحمد لله وفقنا للزياره والمجيء ان شاء الله. يعني زرت الكتب الكاظميه؟ لا حقيقه احنا جينا للزياره هنا. الزياره لان هذه زياره فعلا. نعم من بغداد. نعم من بغداد. جيت اليوم تصرين على الموضوع؟ طبعا اكيد الحمد لله نسال الله التوفيق. هذا يعني يوم مبارك ان شاء الله وعظيم. هذا تجديد للعهد مع الامام. اولادنا حافظين الحمد لله القصيده وان شاء الله موفقين جميعا. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. الله يسلمك. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اريد اعرف سبب حضورك هنا انه اليوم موضوع اكثر من قصيده. والله الحضور هنا تجديد الولاء. انشوده عفوا. انشوده هي. نعم. هاي فتجديد الولاء للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والحضور المبارك نجدد الولاء للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويذكر العالم باننا على العهد باقون وماضون واننا على العهد باقون ولن نترك الامام المهدي
نحن على هذا الخط سائرون. اليوم جيتوا الأطفال الله يخليهم. جينا أنا والأطفال نجدد الولاء ونثبت للعالم بأننا باقون على العهد. عاشتيدك شكرا جزيلا. شلونك حبيبي؟ حياك الله حبيبي. شلون أخبارك؟ وصف لي مشاعرك. يعني بصراحة يكفي إنه هذه الأجواء اللي يكون قريبة من صاحب الزمان عليه السلام، وهذه الأجواء تكون قريبة من قادة النصر وقريبة من المجاهدين الشهداء رحمة الله عليهم، وهذا جزء أو جزء بسيط جدا من رد الجميل للقادة الشهداء أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وجميع الشهداء. نعم مشاهد الكرام متواصل معكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم الموضوع مو فقط موضوع انشودة والناس مشاركة فيها، بقدر ما أنه موضوع عقائدي، موضوع أنه نصرة للإمام عجل الله تعالى فرجه. طبعا الكل يعلم هذه الانشودة أصبحت انشودة عالمية. نعم. هي لتجديد العهد والبيعة وأن تكون مدرسة ومنهاج ودستور لأبنائنا كي ينتهجوا بنهج من ضحوا من أجل الإسلام والتمهيد لدولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه كشهيدنا العظيم حاج أبو مهدي رضوان الله تعالى عليه، وشهيد الإسلام حاج قاسم، وجميع الشهداء الذي بذلوا الدماء وبذلوا ما يملكون من أجل الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل والدفاع والتمهيد إلى دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. إنما هذه القصيدة أصبحت اليوم هي نبراس لطريق أبنائنا وفتيان. نعم. هذا الزمان لكي يكونوا أنصارا ممهدين لدولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. بالتالي اليوم احنا ايضا انه نشوف اليوم مو فقط الحضور على الناس الكبار والشباب، اليوم ما شاء الله حتى اطفال جاي نشوف، وهذا ندل على شيء، يدل على انه حرص العائله الاسلاميه وحرصهم على مبادئهم وعقيدتهم. طبعا عندما ننظر الى هذه الساحه والساحات التي سبقت هذه الساحه، ان كانت بمستوى العراق كمحافظه البصره ومحافظات اخرى، او بمستوى العالم الجمهوريه الاسلاميه ولبنان والهند وباكستان والكثير من الدول الاخرى، شملت هذه الساحة على الشيبة والشباب من النساء والرجال، شملت جميع الأعمار، كأنما هذه القصيدة لم توحد الشيعة فقط لبيعة الإمام والتمهيد لدولة الإمام صلوات الله تعالى عليه، بل وحدت الأعمار جميعا. وإن كان المستهدف في هذه القصيدة ومن هذه المحافل هم أبنائنا الأطفال والفتيان، لكن نراها كذلك هي قد وحدت جميع الأعمار و جذبت قلوبهم من وتعاطفهم مع إمام زمانهم الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه. شكرا جزيلا الشيخ الله يوفقك. نعم مشاهدي الكرام، وبالتالي احنا اليوم ايضا مثل ما شفتوا الاجواء، شفنا الاطفال، شفنا الشباب، شفنا الشيوخ هنا موجودين، وهذا دل على شيء، دلاله على انه العائله الاسلاميه يعني جاي توصل رساله للعالم، توصل عقيدتهم، توصل مبادئهم، وتوصل صوتهم، خصوصا انه بعض العوائل اللي لمسنا منهم هنا من حضورهم انه مجرد على انشوده، يعني ما اعرف شلون اوصف لكم شعورهم، وهم علموا انه الحضور هنا راح يكون لهذه القصيده، قصيده السلام يا مهدي، فكيف بساعه الظهور، ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج يا من الناس، الى اللقاء.